بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الخامسة، هذه ملخص محاضرة الكروس بايت. أرجو قراءة المحاضرة قبل الاستماع إلى محاضرة الفيديو. هذه المحاضرة عن الكروس بايت، وإن شاء الله نتكلم عن الكروس بايت البوكال واللينجوال، طبعا أكيد على الإيتيولوجي أو ذا كروس بايت، تايبس أو ذا كروس بايت، والبوسيبل تريتمنت أوف كروس بايت. بالبداية طبعا نعرف الأوفر بايت، نقصد الأوفر بايت والأوفر الربشن او الفيرتيكال اوفر لاب او ذا اوفر تيث على اللور تيث. هذا النورمال اكلوجن ان ريفرس اكلوجن او ريفرس بايت او احنا نسميها انتيريور كروس بايت لاور تيث اكلودد لينجوالي تو ذا لاور تيث. هذا طبعا بالانتيريور تيث. البوستيريور تيث يعرف از بوكالينجوال ريليشن شيب او ذا اوفر اند لاور تيث. طبعا هنا القياس راح يكون بالنسبه الأبر تيث للأور تيث بالنسبة للأبر تيث. فيقسم البوكال كروس بايت، البوكال كروس بايت when the lower vocal cusp vocal cusp أو the lower teeth occluded vocally to the upper vocal cusp أو the upper teeth. هذا يسموه بوكال كروس بايت. طبعا احنا قلنا relationship of the lower in relation to the upper. In opposite راح يعطينا lingual cross bite when the lower vocal cusp occluded lingually to the upper vocal cusp. فبالحالة الأولى عندنا lingual cross bite lingual cross bite sorry الحالة الثانية lingual cross bite، والحالة الأولى احنا نسميها vocal cross bite. يعني بالnormal occlusion احنا عندنا upper teeth يكون overlap على lower teeth، وهذا راح يعطينا normal occlusion. بالبوكال كروس بايت راح يكون اللور اعرض من الابر او العكس من الابر constructed، وراح يعطينا بوكال كروس بايت. الاوبوزيت انه يكون اللور كلش constructed والابر كلش وادينك راح يعطينا lingual cross bite. اغلب الكروس بايت اذا كانت anterior او posterior ممكن نشوف وياها displacement، ونقصد displacement هي الموفمنت اوف ذا مانديبل تو ذا لاترال او تو ذا انتيرير وين ذا مانديبل اكلودد فروم ذا ريست تو ذا سنتريك. يعني الاكلوجن يكون مانديبل في حاله الريست بيحاول يطبق الاكلوجن، اذا اكو اي شيء بالاكلوجن تروماتيك اكلوجن راح ممكن يسوي لنا شيفت بالمانديبل، وهذا الشيفت يا اما يكون لاترالي تو ذا ليفت او رايت، وهذا طبعا حيعطينا كروس بايت، او ممكن يكون شيفت انتيريوري، وطبعا هذا راح يعطينا انتيرير كروس بايت. اغلب الديسبليسمنت من يكون موجود راح يعطينا ايضا شيفت باللور ميد لاين. طبعا نتكلم على الايتيولوجي اوف ذا مال اوف ذا كروس بايت الاكلوجن، نبدي بالسمبل اكلوجن او سمبل سوري ايتيولوجي اوف ذا كروس بايت. والسمبل الايتيولوجي معناه اللوكال كوز. طبعا the most common local cause هو الكراودينج. من يكون عندي كراودينج بالارش اكيد انه some teeth occluded بوكالي او لينجوالي بالنسبة خصوصا بالابر لاترال انسايزر الابر 5. طبعا لاني تعرفون the last teeth erupted in the stage of the development of the occlusion، فاكيد التوث when erupted there is no space so occluded in cross bite. And this is local cause. Local cause maybe give cross bite for one tooth or two teeth. This called local cause. And also some of the local causes retention of the primary teeth. When the retention of the primary teeth, especially the anterior teeth, the erupted central erupted in the cross bite. The most common cause in the cross bite is crater cause. Well, the rule is when the greater number of the teeth in the cross bite, the cause is skeletal. دائما إذا شفنا إنه أغلب الـ RHB cross bite إذا كانت posterior أو anterior، فنتوقع إن الـ underlying cause is skeletal. طبعا أغلب الـ أو the most common cause هو when يكون عندنا أكو mismatch بالـ width of the arch. يعني اكو مشكله بالوث اوف ذا ارش بين ابر اند لور تيث. هنا نعرف ان الابر يكون وايدر وابر لاب على اللور،
لكن إذا هاي الريليشن صار بها صار بها أي خلل ممكن تعطي لنا كروس بايت بوكالي أو انتيريوري. طبعا البوكال كروس بايت والانتيريور كروس بايت ممكن اثنيناتهم نشوفهم كلاس 3 بيشن، وطبعا هذا السبب كلش واضح انه اكو مس ماتش ان ويث اوف ذا ارش، اللور اكبر من الابر ارش او العكس من الابر ارش يكون كونستركتد، والثاني البوكال اند انتيريور كروس بايت. طبعا الانتيريور بوستيريور ديسكريبنسي ممكن اذا تعطيني السيزر بايت، هاي اغلب الكيسات ممكن نشوفها ان كلاس 2 بيشنت، نعرف ان كلاس 2 بيشنت اكو مشكله بين ابر هاند لور ارش، وهاي المشكله الديسكريبنسي هو انتيريور بوستيريور. من يكون كل السيفير كيسات السيفير كلاس 2 ممكن تعطيني سيزر كروس او بايت او لينجوال كروس بايت. ايضا اكو سام كيسز وين ما يكون عندنا اسيمتري بالماندبلر جروث لاي سبب كان، ممكن ايضا يعطيني لينجوال كروس بوكال كروس بايت، وهذا البوكال كروس بايت يعتبر الاندرلاين كوزمات هو سكليتال. هذه اغلب السكليتال كوزز. طبعا اكو سوفت تيشو كوزز، السوفت تيشو كوزز هي موست كومن، المفروض نشرحها محاضره، هي موست كومن ان اورال هابتس. الاورال هابتس مثل الديجيت ساكينج، الماوث بريثر، then يغلبهن associated with the cross bite. طبعا هنا the cross bite هو سببه انه اكو مشكلة بال soft tissue relation، اكو مشكلة بال neutral zone. ان شاء الله محاضرة الاخر ممكن نتكلم على ال oral habits. ال rare cause، طبعا rare cause ممكن نشوفه بعض ال patient، خصوصا اذا patient cleft lip unbillet. تعرفون cleft lip unbillet من خلال operation ممكن نسوي للماكزيلا، راح يسوي scar tissue، وال scar tissue يسوي constructed maxilla، وأكيد راح يعطيني cross bite، مرة تكون severe cross bite bilateral أو unilateral. أيضا من rare cause هو أي trauma or pathology لل TMJ تكون بجهة معينة موجودة وجهة ثانية normal، راح يسوي لي shift بالgrowth مع المandible على الجهة، يعني جهة constructed وجهة normal growth، فأكيد راح يعطي لي cross bite. Underlying cause ما تذكريتالي، لكن هي سبب انه اكو فدي تروما او باثولوجي في عمر معين لل تي ام جي، خصوصا عمر الجروث، فراح يعطيني كروس بايت، نعتبرها من الرير كوز. طبعا الكلاسيفيكيشن مال الكروس بايت مقسم انتيرير كروس بايت. انتيرير كروس بايت اذا موجوده بالانتيرير تيث لحد الكناين، اذا كان سينجل او مالتيبل تيث، او ممكن نقسمها الى posterior cross bite. بالcross bite posterior عندنا تقريبا اربع انواع مهمة، عندنا 5 types of the cross bite posterior cross bite. تقسم طبعا حسب ال direction. ممكن تكون جهة واحدة اللي هو احنا نقول lateral بوكال cross bite بس without displacement. ممكن عندنا unilateral بوكال cross bite with no displacement، وايضا عندنا bilateral بوكال كروس بايت اذا كان جهتين. ممكن عندنا unilateral lingual cross bite، واكيد ممكن عندنا bilateral lingual cross bite. بالحاله الاولى انه عندنا unilateral بوكال كروس بايت، وهذا النوع جدا شائع طبعا، اكيد هذا النوع اللي حيكون مثل ما موجود بالعنوان with displacement، يعني اكو displacement بالماندبل. طبعا لأي سبب موجود بالأكلوجين، تروماتيك أكلوجين أو أكو هاي سبوت أو أي شيء ممكن يعيق الحركة مع الماندبول بالحركة من خلال من الريست تو ذا أكلوجين، أو مرات الأكلوجين يكون كاس بكاس، هذا نفس الوقت يكون ما مريح انكمفورتبل تو ذا بيشن، فراح البيشن يحاول يسوي شيفت بالماندبول. هذا الشيفت راح يكون يا اما ليفت أو رايت، طبعا راح يعطيني جهة نورمال أكلوجين والجهة الثانية حطيني بوكال كروس بايت. وطبعا الملاحظ بي ايضا ان اللور ميد لاين راح يكون بي شيفت للجهة اللي بها ديسبليسمنت، فهذا النوع طبعا كل الشائع باليونيلاترال بوكال كروس بايت. طبعا قد يكون ملاحظ عليه انه اكو دائما شيفت بالميد لاين.
النوع الأقل من عنده الناس كمان هو يوترو كروس بايت with no displacement. بعض الأحيان سبب معين إنه يكون عندي كروس بايت بوكالي في جهة واحدة معينة. طبعا هذا أغلب الكوزمات إذا كان أكوفيشيز كليتالي أو الباث أو الربشن أو ذاتيت كان كلش directed إنه lower directed بوكالي والأور directed لينغولي, فممكن يعطيني بوكال كروس بايت with no displacement. أيضا عندنا النوع الثالث, النوع اللي أيضا موجود اللي ممكن نشوفه بالsevere cases أو the class 3 هو bilateral بوكال كروس بايت. bilateral أغلب الكيسز أغلب الحالات ما تكون هو skeletal cause class 3, وأكو some cases مثل cleft البلد و some cases the last هو جماعة الهبت مثل digital sucking وال tongue thrust والmouth breather. لكن أغلب ال causes the most common causes هو skeletal causes, أكو mismatch بال width أو the maxilla يعطيني skeletal class 3. طبعا ويا skeletal class 3 ممكن يعطيني bilateral buccal across body. النوع الرابع هو unilateral lingual cross bite. قلنا هذا unilateral lingual cross bite ممكن نشوفه بالسيفير class 2 div 1 عندما يكون اكو مشكلة او mismatch بالanterior posterior relation بين الابر واللور teeth and at the same time اكو مشكلة constructed باللور arch. ممكن يعطيني unilateral lingual cross bite, طبعا most common class 2 div 1. ممكن تكون ايضا كل سيجمنت, ممكن يكون جروب اوف سيجمنت. طبعا الرير كوز الرير تايبس اوف سوري اوف ذا كروس بايت هو البايلاترال لينجوال كروس بايت, هذا ممكن نشوفه بالفيري فيري سيفير كلاس 2 ديف 1 عندما يكون الارش اللور ارش مختفي تماما بالنسبه للابر. طبعا treatment of class of cross bite أيضا ممكن نقسم anterior cross bite و posterior cross bite. anterior cross bite إذا ممكن نسوي treatment by removable appliance, طبعا يعتمد على number of the teeth. إذا عندي فقط two central ممكن نخلي recurve the severing مع طبعا adenum class for retention, وما ننسى نخلي posterior bite bit جدا مهمة posterior bite bit حتى تفتح البايت وتساعد في treatment of cross bite. ايضا اذا عندي single tooth يعني central او lateral او canine ممكن اخلي زيت فقط, وايضا ادم او double ادم مع هاولي arch for retention. وايضا اتركم ما انسى اخلي posterior bite bit جدا مهمة حتى ترفع البايت وتساعد بال treatment of cross bite. طبعا anterior teeth cross bite من كيسات very simple, علاج يكون كل السريع والتنشي مات ايضا جدا مضبوط. التريتمنت البوستيريور كروس بايت اذا كان single كروس بايت ممكن نستعمل التي كلاس, او يعني ممكن يعطيني تريتمنت فور 5 او 4 اونلي, او ممكن نستعمل سكرو او سكشنال سكرو اذا كان على 4 على 5 او 4 اند 5. ايضا اذا كان عندي يلاترال كروس بايت وايضا سنجل ممكن استعمل كروس الاستيك, خصوصا اذا كان اكو اوبوزيت ان دايركشن بين الابر واللور, ان اللور رايحه بوكالي والابر رايحه لينجوالي وكان اكو فيكس اب لاينز مجدود, ممكن استعمل كروس الاستيك. كروس الاستيك راح تمتد من الابر لينجوال الى اللور بوكال, وخلال الموفمنت مال الماندبل ممكن تعكس الريليشن بين الابر واللور تيث. اذني اذا كان عندي سنجل بوكال كروس بايت بحالة اليونيلاترال بوكال كروس بايت تكون كل السيجمنت, طبعا قلت لكم ان انا اكو مشكلة بالاكلوجين اكو ديسبليسمنت بالماندبل, ف the most effective appliance هو البايلاترال اكسباندر سكرو. طبعا هو ريموفبل appliance ينشد بالبلت وبطبعا ادم كلاس على 4 على 6,
ويكون سكشن مقطوع بالنص الاكريليك، والسكرو كالمانسيولا اكتيفيشن راح يسوي اكسبانشن للمانسيولا. هذا الاكسبانشن يكون كافي انه نعبر الديسبليسمنت، نعبر التروماتيك اكلوجن، حتى الماندبل خلال الاكلوجن ما يصير بهذا الشفت لاترال يعطيني اللاترال بوكال كروس وايت. طبعا قلت لكم الشفت دام عندنا اذا كان عندنا باللور تيث ميد لاين واضح، وكان اكو بخلال الدايكنوسيس انه نعرف ان البيشنت يصير عنده شفت لاترالي. بكل الاحوال هو البايلاترال سكرو او الاكسباندر سكرو يكون كلش افكتيف باليونيلاترال بوكال كروس بايت. بالبايلاترال بوكال كروس بايت التريتمنت هنا تحتاج انه عندنا اغلب الكيسات فيكس ابلاينس. عندنا تو ابلاينس، واحد يسمونه كوادريكس ابلاينس والثاني يسمونه هايركس ابلاينس. الاول اللي بي كويلز نحكي عليه والثاني يكون بي سكرو. بالنسبة للكواد هيليكس أبلاينس، اسمه كواد هيليكس لأن بي الكواد معناه رباعي وهيليكس معناه كويل، فبي فور كويلز لأن اللي يسوون اكتيفيشن. طبعا الكونستركشن مالته من 1 مليم هذا الواير، وبي فور كويلز، وطبعا اللحم على باند موجودة على السكس، راح يعطيني اكسبانشن للبوستيريور تيث. الحلو بي انه شيء مهم انه ممكن يعطيني سلو اكسبانشن، وايضا ممكن اسوي بي موديفيكيشن بحيث يعطيني اكسبانشن بوستيريوري واكسبانشن انتيريوري. ايضا كلش مهم ممكن يسوي لي دي روتيشن للماندبل للعفو للسكس، اذا كان روتيتد للسكس كلش يساعد الموضوع. ممكن اضيف له جارد او تن جارد بحيث يشتغل از اكسباندر وبنفس الوقت يشتغل از جارد اذا البيشنت عنده تنك سكينج او عنده ديجيت سكينج. طبعا يسموه ايضا سلو اكسباندر. النوع الثاني هو الرابيد ماكسيلري اكسباندر، هو يسميه الهايكس. طبعا الهايكس ممكن تستعمله از سلو اكسباندر او ممكن تستعمله از رابيد اكسباندر. هذا بي 4 باند يشكل على 6 وعلى 4، وبي سكرو، هذا السكرو ممكن نسوي له اكتيفيشن. اذا كان سلو اكتيفيشن انه ممكن نسوي له كل التتام اكتيفيشن واحد يعطيني سلو اكسبانشن، واكسبانشن مالته كلش افكتيف. واذا بدنا نسوي رابيد اكسبانشن المفروض انه يكون تحت المراقبه، لان اغلب الكيسات ممكن نسوي لي اوبننج للميد بلاتاني سوتشر. طبعا الهايركس سكرو نستعمله بكيسات مثل اغلب الكيسات مثل الليفت بلت، اكسبانشن مالته كلش سريع وبنفس الوقت افكتيف، والرينج مال الاكسبانشن اكثر من الاكسبانشن مال الكواد هيليكس ابلاينس. بعض الحالات طبعا ان الكروس بايت ما يفيدها اي تريتمنت، لازم يكون اكو سيرجيكال كوركشن يعني اورثوغنافيك سيرجري. فطبعا حسب الكوز، اذا كان عندي الكوز بالماندبل يعني نورمال ماكزيلا، طبعا هو نسوي فد اسسمنت كامل وناخذ او بي ناخذ سيفولومتريك ونتأكد نشيل فيكس أبلاينس. إذا كان عندي مشكلة بالماندبل ممكن نسوي ستيب باك للماندبل ونرجع الأكلوجين طبيعي. وإذا كان بالعكس إنه أكو مشكلة بالماكزيلا ممكن نسوي أيضا فيكس أبلاينس ونسوي لي 42 أو لي 43 حسب ما يقرر السيرجن، ونسوي أدفانس للماندبل ونرجع الأكلوجين طبيعي. هذا في حالة إنه كان الكيس ريسيفير واللي تريتمنت ابروتش ما تنفع الا بسيرجيكال كوركشن. هذا كل ما يخص محاضرة الكروس بايت. ان شاء الله اذا قدرنا نشرح لكم المحاضرة اللوخ على الاورال هبي. شكرا جزيلا لصغاكم.